للمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. دكتور غادة، بداية يعني إذا ما سلطنا الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة بأنها تأتي في ظرف دولي دقيق، الرئيس صرح رؤية خاصة بمصر للتعامل مع الأزمات الراهنة، كيف ترين هذه الرؤية؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بالطبع يعني نحن تابعنا على الكذب كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى القمة في بطرسبرج، يعني وهذه القمة التي تحمل معنيين أساسيين وهو الاقتصادي والإنساني. وبناء عليه يعني كان تركيز كلمة سيادة الرئيس على عدد من المحاور الهامة التي يسعى إليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إعلاء التنمية في القارة الإفريقية. ومن ضمن هذه المحاور كان هناك تركيز على تبادل الصناعات والتكنولوجيا والتطوير الدائم يعني التي تتطلبه القارة الإفريقية وتعزيز التعاون والشراكات في هذه الأمور، وخاصة الأمور يعني الاقتصادية ودعم الأمن الغذائي والإمداد للسلاسل الغذائية لدول القارة الإفريقية وخاصة الفقيرة منها، وأن يكون هناك ضمانة لتعزيز السلم والأمن الإفريقي. وهذا المحور الهام يعني الذي عقدت من قبل قمة 2019 في روسيا أيضا، وكانت تحمل السلام والأمن داخل القارة الإفريقية. فأعتقد أن دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه يعني رئاسة مصر منذ عام 2014 ونحن نشهد دائما زخم شديد بالاهتمام بالقارة الإفريقية، إعادة التعاون والتوازن ما بين مصر وما بين جميع دول القارة الإفريقية. ونحن نعلم أن مصر هي البوابة الأولى للقارة الإفريقية، وهناك خطة استراتيجية أيضا لتحقيق التنمية المستدامة ما بين دول القارة، هناك خطة 2063 من أجل تعزيز التنمية داخل القارة الإفريقية. وهناك أيضا كان هناك إشارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني عن المحور الثقافي، وأن يكون هناك تبادل للثقافات ما بين روسيا وما بين دول القارة الإفريقية. وأعتقد أن هذا الأمر هام جدا من أجل إعادة يعني نقول تعزيز وتوطيد العلاقات ما بين روسيا والقارة السمراء، وخاصة أن هناك علاقات بالفعل تاريخية قوية في العقود السابقة. يعني نحن لا ننسى أن روسيا كانت داعمة بقوة لتحركات التحرر داخل القارة الإفريقية. كان هناك تعاون قوي جدا اقتصادي وتجاري، كان هناك تبادل عيني بدون نقود على مدار عدة سنوات ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين دول القارة الإفريقية من أجل تسهيل التبادل التجاري بدون يعني ميزة النقود أو تبادل بالنقود ما بين دول القارة الإفريقية وما بين روسيا. طيب روسيا الآن يعني تتوج هذا التاريخ في هذه القمة من خلال لغة واضحة من الدعم للقارة السمراء، سواء من خلال جزئية إسقاط الديون أو من خلال تقديم التجربة التكنولوجية الكاملة في مجالات تحتاجها القارة الأفريقية، وذكر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي التصنيع الزراعي. في رأيك يعني لأي مدى هذا الدعم الروسي يمكن أن يفيد القارة الأفريقية في هذه المرحلة؟ بالطبع يعني نحن نتحدث في هذه يعني في هذه الفتره بالاخص، هذه فتره بتشهد الكثير من الزخم تجاه القاره الافريقيه، فكان هناك كثير من القمم تجاه القاره الافريقيه، روسيا، الصين، الولايات المتحده الامريكيه، فاصبحت دول القاره الافريقيه صوب كثير من الدول العظمى من اجل تعزيز الشراكات والاستفاده بالموارد الهائله التي تمتلكها هذه الدول الافريقيه، ولكن بطريقه امثل وطريقه مثلى من اجل يعني تعزيز هذه الموارد والاستفاده منها واستثمارها بشكل قوي يعود بالتنميه الحقيقيه على دول القاره الافريقيه. وروسيا بتتعهد في هذه القمه بان يكون هناك امداد بالسلاسل الغذائيه، وخاصه بعد انسحابها من اتفاقيه الحبوب التي شهدنا انها يعني بثت الكثير من القلق ما بين دول القاره وخاصه الدول الفقيره منها. فتعهدت روسيا بان يكون هناك تعزيز لهذا الامداد للسلاسل الغذائيه لدول القاره الافريقيه، حتى انها يعني ركزت على بعض الدول الفقيره التي سوف تمدها بسلاسل غذائيه دون حتى مقابل. يعني هي بتسعى دائما روسيا الى تجديد هذا التعاون ما بين روسيا وما بين افريقيا، وتجديد هذا يعني التبادل القوي ما بين افريقيا وروسيا، وخاصه ان روسيا الى الان بتمثل انها دولة عظمى بتسعى إلى عالم متعدد الأقطاب، بتسعى إلى أن يكون هناك تعاون حقيقي في القارة السمراء. وفي نفس الوقت القارة السمراء أثبتت أنها
يعني بتشمل دول لها سياده ولها اراده مستقله، والدليل على ذلك اقامه هذه القمه في ظل كل هذا التطور استطاع رؤساء وقاده الدول القاره الافريقيه بالحضور وبالتعاون مع الرئيس الروسي، وخاصه ان هذا التعاون مطلوب في ظل هذه الازمات الاقتصاديه التي نشاهدها ما بين يعني مختلف الدول. واعتقد ان روسيا تستطيع ان يكون هناك تبادل حقيقي وتوفير مثل هذه السلاسل الغذائيه التي وعدت بها، وبالاخص يعني نحن بالفعل هناك تعاون حقيقي ما بين الدول القاره الافريقيه وما بين روسيا، خاصه في العنصر البشري. يعني اذا تحدثنا عن العنصر البشري وتبادل يعني نحن نتحدث عن قاره شابه مثل قاره افريقيا، والالاف من الشباب الافارقه يعني يقوموا باتمام مراحل دراسية مختلفة داخل الجامعات الروسية، وروسيا يعني بتتباهى وبتستشهد بهذا الأمر بأنها بتسعى دائما إلى التنمية الحقيقية داخل القارة الإفريقية، وأعتقد هذا الأمر له علاقة قوية جدا بتنمية العنصر البشري وبتنمية الثقافات ما بين إفريقيا وما بين روسيا، وأعتقد يعني هذا الأمر مطلوب بقوة خاصة في هذه المرحلة التي نشهدها في ظل هذه التوترات، وكل ما تسعى إليه دائما الدولة المصرية بما انها البوابه الاولى لافريقيا ومعها ايضا جميع دول القاره الافريقيه ان يكون هناك تنميه حقيقيه ثوابت للحصول على الامن الغذائي والامن الاقتصادي والطاقه وكل الامور التي تحدث عنها سياده الرئيس في هذه القاره. اشكرك دكتوره غاده جابر الكاتبه والباحثه في العلوم السياسيه.